من الأفضل عند الله، الذكر أم الأنثى؟ الجواب في قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. غالب الناس يفهم هذا التعبير القرآني على أنه تفضيل للذكر على الأنثى، لكن إذا تدبرنا الآية جيدا سنجد أن قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى هي جملة اعتراضية من كلام الله عز وجل. قد قالت امرأة عمران عكس ما نذرت وما كانت ترجوه عندما ولدتها أنثى: رب إني وضعت أنثى. فكأنها تريد أن تظهر التحسر لأن غايتها من النذر لم تتحقق. فقال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي أردت كالأنثى التي رزقت، أي لا تظني أن الذكر الذي كنت تتمنين سيصل إلى مرتبة هذه الأنثى وأن هذه الأنثى سيكون لها شأن عظيم. ويقوي هذا الفهم معلومة في علم البلاغة مفادها أن المشبه أدنى من المشبه به، وكاف التشبيه هنا لحقت بالأنثى فهي المشبه به وهي الأعلى. وهنا لمحة لطيفة تنهي جدلا لا نهائيا حول المفاضلة عموما وفي هذه الآية خصوصا. امرأة عمران أرادت ذكرا لأنها نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، ولم يكن يخدمه في زمنها إلا ذكر، فلما وضعتها أنثى قالت ما قالت، لكن الله أخبرها أن الأنثى التي وضعت كانت أفضل من الذكر الذي أرادت، لأن الذكر كان سيخدم بيت المقدس فقط، أما مريم عليها السلام فأرادها الله أن تخدم عقيدة ويجعلها وابنها آية للعالمين، فكانت أفضل من الذكر للوظيفة التي أرادها الله لها، ولذلك لا محل للمفاضلة عموما، فالذكر أفضل من الأنثى فيما خلق له، وهي أفضل منه فيما خلقت له، فليست الأنثى أفضل منه في تحمل مشاق الشغل خارج البيت، واستمرار الكد والسعي لتحصيل رمق العيش، وأعمال البناء والقتال وغير ذلك، وليس الذكر أفضل منها في تحمل تعب الحمل، وسهر التربية وتفاصيل العناية بالأطفال، فكل أفضل من ناحية يتميز بها، وفي هذا التفاضل والتفاوت حكمة بالغة أرادها الخلاق العليم حتى إذا اجتمع زوجين تكاملا. أما ميزان التفاضل عند الله فإنه التقوى، فلا تنفع معها الذكر ذكورته ولا تبخس فيها المرأة أنوثتها.